وبهم نرتقي فكيف يهان سراج منير وكيف يدان شريف أبي. بالأمس استبشرنا خيرا وقلنا بأن الوزارة والحكومة قد تعقلت أخيرا واستدعت التنسيقيات الميدانية في الميدان للحوار لكن اليوم نتفاجأ بأن الوزارة الوصية والحكومة قد تملصت من وعودها ورفضت استقبال التنسيقيات، وهذا السلوك غير المفهوم بطبيعة له تبعاته. لذلك نحن نحمل الحكومة ونحمل الوزارة إلى ما ستؤول إليه الأوضاع، وهذه المناورات وهذه المسرحية المكشوفة التي تريد أن تلعبها مع التنسيقيات نقول لها بشكل واضح بأنها واهمة وأنها لم تفهم حقيقة ما خرجت إليه التنسيقيات. فالتنسيقية أكبر من أن تكون لعبة في أي يد أي من كان. لذلك فنحن نحمل الحكومة ونحمل الوزارة بشكل مباشر إلى ما ستؤول إليه الأوضاع، فإذا أرادت حلحلة حقيقية لكل المشاكل عليها أن تجلس إلى طاولة الحوار، لكن بشكل مسؤول وليس مثل هذه الألاعيب التي تمارسها معنا الآن. وتحية أكيد بأنه إذا لم تكن هناك حلول حقيقية فستنتظر الدولة ستنتظر الحكومة منا والوزارة أشكالا تصعيدية ربما غير مسبوقة. كما لاحظتوا الإخوان ديالنا والأخوات ديالنا في التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم المغرب حاولت اليوم أن تستجيب لمجموعة من التساؤلات، مجموعة من الاستفسارات الصادرة عن المنابر الإعلامية بشتى أنواعها، والحمد لله يعني مقتنعين بمداخلة ديال الإخوان. أكيد اليوم ونحن في الندوة يعني صدمنا بمستجدات للأسف أن وزارة والقطاع الوصي والحكومة ترفض وتعبر وتصرح بأنها ترفض أن تستقبل التنسيقيات. هذا تناقض. لماذا سيدي كريم هذا التناقض؟ لأن البارحة يعني عبروا عن رغبتهم في استقبال التنسيقيات، واليوم يعني يأتون برأي جديد وهو الرفض التام لاستقبال التنسيقية الموحدة وباقي التنسيقيات، وهنا يظهر التناقض. فما الذي تغير ما بين البارحة واليوم؟ ما الذي تغير؟ هل هناك أمور خفية؟ البارحة قبلتم أن تستقبلوا التنسيقيات واليوم رفضتم أن تستقبلوا التنسيقيات، هذا إشكال كبير سيدي كريم. وبالتالي هذا الأمر الذي قامت به الحكومة سيؤجج الوضع ولن يقدم حلول. والتنسيقية كذلك يعني كما تعلمون أنها سترد بقوة في الأسبوع المقبل ومستمرة في النضال إلى حين استجابة للمطلب الرئيسي أخي الكريم، ألا هو السحب المباشر والسحب المرسوم ديال الأساسي لقطاع التعليم، وهو المطلب الأساسي. إذا هناك كما تلاحظون وجود مشاكل وجود تناقضات، نريد الوضوح. هل فعلا تريد الحكومة أن تجلس التنسيقيات أم لا؟ ماشي البارح جلست معاهم اليوم تقول لك الرفض بعد أن قامت بدعوتهم. رقمت بدعوتهم وإخواننا جاءوا من جميع المدن وتكبدوا عناء السفر من مالهم الخاص وجاءوا حتى للرباط باش أنهم، ولكن يعني أخلاقيا يعني كانت الأساس هو أنه في إطار ما هو قانوني أن يكون ممثل قانوني وهو نقابة ليفينو بإضافة إلى التنسيقيات الأخرى. ولكن الإشكال اللي كان هنا باش نوضحكم في الصورة هو أن الحكومة قالت ليفينو دخلوا أنتم والتنسيقيات لا. النقابة على ما سمعنا أنها رفضت أنه دخل بوحدة بدون تنسيقيات، وهنا تيبان لك بأن هناك خلل. فمن يتحكم؟ هذا هو السؤال. شكون لو دومينون؟ ما الذي يقوم بإصدار القرار؟ هل الحكومة أم شيء آخر؟ الحكومة عبرت عن رغبتها باستقبال التنسيقيات واليوم كاين متغير. إذن هذا ماشي حل، وللأسف هذا ماشي في خدمة قطاع ديال التعليم. ونتمنى إن شاء الله أنه الحكومة تعقل وتحاول حلحلة هذا الملف اللي هو يمس كرامة الأستاذ بالدرجة الأولى ويمس القيمة الاعتبارية ديال الأستاذ. وتحية للمنبر ديالكم على يعني التغطية المستمرة دائما في وقفات المسيرات اليوم 24. شكرا أستاذي. مع رجال ونساء التعليم البارح قدمت لك مجموعة من المطالب اللي سميناها شروط العودة، وتقول لي بأن اليوم ستتلقى الخبر
وعندما أتيت لم تستقبلني بل تنصلت لكل الوعود وتقول لي بالأمس القريب ذي الحسنية. أي حسنية تتحدث عنها؟ خبرنا الحكومة